السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح ناخذ فكرة عن طبعا موضوعنا مكتبة أخرى اللي هي URL Connection. اليوم رح نستخدم الـ URL Connection في معرفة الـ Header. كيف احنا نطلع الـ Header للموقع ونعرف الـ Key Header أيضا. فخلونا نختار الـ URL، نكتب URL U يساوي New URL ونجي نكتب هنا أنا الرابط. ناخذ مثلا مال مايكروسوفت بيست انتر، نجي هنا نعمل لا امبورت ثرو. جميل، بعد ذلك نجي نستخدم URL connection، نجي نعمل UC U dot open connection. ناخذ مكتبة ال URL connection. هذا محتاج إلى through. بعد ذلك نجي نعمل for حتى نقل المحتويات. for over array i equal to 0 length اني ما اعرفه، فلهذا راح اتركه، يعني فارز منقطة بعدها i plus plus. بعد ذلك اجي اعمل string، هذا string حسميها الهيدر. هذا الهيدر حيكون يحتوي على ال uc connection dot get header field. string هو j أو عفواً الآي، فارز منقطة انتر. بعد ذلك أجي أقول إذا كان الهيدر يساوي null، كان فارغ، أجي هنا نشعمل break لا تكمل، أو تعمل system dot out dot print line وأخرج لي الهيدر، مفتاح الهيدر اللي هي uc dot get field key. هذا field key حيكون لل i. حامل زائد يعني. okay. بعد ذلك أجي أعمل plus الهيدر نفسه، اعمل انتر. That's good. هذا كافي. هنعمل اوكي رن. ننتظر شوي، نلاحظ انه طلع لنا المعلومات عن الموقع. او ماي جاد. شنو رايكم؟ ندخل على موقعهم؟ لاحظ. http://1.1.200. اوكي، كاتش كنترول، نو كاتش، نو ستور. هاي كل المعلومات اللي انت تحتاجها. هما دا يستخدمون سيرفر مايكروسوفت IIS 8 ASP.NET get post put delete options. هلا هذا كنترول. اوكي، credential true، جميل جدا جميل جدا. اوكي، هنا ايضا يعطيك مجموعة معلومات عن الاكسباير ديت، فممكن تستفاد من هاي المعلومات في تحليل اي موقع انت تريده تحصل من عند المعلومات. جماعة الشبكات راح يستفادوا من عندك كثير كثير كثير. لهنا احنا نوصل لنهاية الدرس. هاي فكرة كيف تحصل على الهيدر والكي من اي موقع انت تريده. طبعا ممكن تعملها ككونسول بالسكانر وتقدر تكتب اي موقع. لهنا نوصل لنهاية الدرس ونلتقيكم درس القادم. مع السلامة.